السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا المثال الثاني، نفس الفكرة، طبعا نفس المحاكاة، بس بنضيف في الكود. نفتح الملف example 1، نروح للدائرة، طبعا تلاحظون نفس الدائرة، الليد موصل بالقط بي صفر. نفتح الكود، هذا هو الكود اللي استخدمناه في الدرس السابق، في المثال السابق. الحين طبعا الفكرة كانت انه نشغل القطب بي صفر، نشغل الليد الموصول بها. اوكي، الحين يمكن احيانا بعض المشاريع تضطر انك تستخدم اكثر من خرج. طبعا هنا عندنا بايت كامل وعندنا اقطاب ثانية، بس بنركز على البورت بي، وراح نوصل للدات في باقي الاقطاب. اوكي، نيجي اول شيء نعدل الدائرة عشان يكون التوصيل اسهل. نحذف الأرضية، نحطها هنا. أوكي، الحين ننسخ هذه في طريقة سهلة. طبعا نحط بلوك كوبي، نحط جنبه وهذا جنبه، وهكذا إلى 8 لدات. اوكي، الحين نعد اللدات، 1 2 3 4 5 6. طبعا هذه زايدة، هذه كمان نمسح واحدة فيهم، نمسح الأخير. نسوي كوبي لده، نوصل اللد الأخير. أوكي، الحين هذا الكاثود حق هذا الكاثود حق اللدات نوصله مع بعضه ونوصله بالجراوند. والحين نبدأ نوصل اللد الأول مع القطب الأول اللي هو البي صفر، وهذا مع البي واحد، وهذا مع البي مع بي اثنين، وهكذا. الآن نلاحظ أن هذا أول واحد عندنا، هذا الليد الأول موصل ب بي صفر، بي واحد اثنين ثلاثة إلى 7. أوكي، طبعا لا ننسى الأرضي.
نوصل كل الكاثود بالعرضي، وكل ما بشغل ليد نرسل لوجيك 1 على الليد اللي نبيه. اوكي نحفظ، نروح للكود. طبعا نحن في البداية وش حطينا؟ ترس بي صفر، يعني عرفنا قطب واحد خرج. الآن نمسح ذا لأن بنعرف جميع الأقطاب كخرج. نحط ترس بي، يعني كنا نقول له نبي البي بشكل كامل كله يكون خرج، يساوي صفر يعني كله خرج. نحط بي as output. اوكي الحين نلاحظ لو شغلنا نفس المشروع، لو نشغله نحط build نجرب. راح يشغل واحد، وهذا تلاحظ ان كله شغاله قيم عشوائيه. عشان كذا في البدايه من المهم جدا انك ترسل، يعني تحط زيرو على كل الاقطاب، تحط بورت بي يعني ترسل زيرو لكل البورت بي. تلاحظوا ما حطينا دوت بي صفر، دوت بي صفر ما حطينا، لان ليه؟ مستخدمين كل البورت، بورت بي يساوي صفر. يعني كده عرفنا كل بورت بي كخرج، وبورت بي نرسل قيم مبدئية تكون بالصفر عشان لما يشتغل مشروع ما تيجي قيم عشوائية. عفوا. الآن نحط build. الآن لاحظ أن واحد بس شغال اللي هو نفس الليد من المشروع المثال الأول. الحين خلينا نقول تبي تشغل مثلا الليد الأول والليد الثاني. نيجي للكود نفس الفكرة، ناخذ أمر تشغيل الليد الأول اللي هو port b dot b الآن واحد يساوي واحد. أوكي يعني بيشتغل اللدين، ينتظرون لمدة 200 ملي سكند بعدين يطفون. طبعا أمر التشغيل للد الثاني port b dot b واحد يساوي صفر. الآن نسوي build، نرجع للكود. لاحظ للدين الليد الأول والثاني كلهم شغالات. نلاحظ منه خروج النبضة تشتغل on off on off. طبعا طيب مثلا خلنا نقول انك تبي تشغل البورت كامل، البورت بي كامل، نجي نحذف اول شيء امر تشغيل الليد الثاني والاول، نمسحه، خل الاول نمسح الثاني. اوكي نجي هنا اول شيء نقول له بنشغل البورت بشكل كامل، نمسح البي صفر، نكتب بورت بي 0 بي. اوكي بعدين نحن كم عندنا، كم بت عندنا؟ لو تلاحظون عندنا 8 بتات من البي 0 الى البي 7، هذه كلها 8 بت. وال 8 بت بعد 0 بي نكتب قيم ال 8 بتات، نبي الليد الاخير يشتغل، واللي بعده واللي بعده واللي بعده الى 8. نحط 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي وهنا نفس الشيء 0 بي، عفوا بورت بي يساوي عندنا 0 بي بعدين كل اصفار 8 1. اوكي طبعا نتاكد. اوكي نسوي بيلد، نرجع المشروع نسوي ران، كله شغال، كل اللدات شغال. طبعا هذه فكرة التحكم في البورت،
طبعا لو طبعا في الكود تقدر تكتب، اذا كنت ما تبي يعني تكتب كل بت تعطيه قيمة، تقدر تستخدم الهكس اللي سداسي 10 0 اكس مثلا اف اف. طبعا معروف ان الاف اف اللي هي اول، هذه اول 4 خانات، اول 4 خانات هذا الاف، والثانية هذه الخانة الثانية، هذا أول 4 بتات وهذا الثانية، يعني 4 بتات الثانية. طبعا يكون أسهل هنا إذا شرحناها. يعني أنت لما تحط اف اف أول شيء، نحن نلعب سداسي 10 كل قيمة منه تساوي 4 بالباينري اللي هو الثنائي، أوكي؟ فأنت لما تحط اف أول شيء هذا الاف، يعني بيشغل هذا كله، بيحط فيها وحايد، والاف الثاني اللي ده، أوكي؟ نشغل المشروع توضح الفكرة إن شاء الله. وهنا وش نسوي؟ بالسداسي 10 زيرو زيرو واحد أصفر، يعني يطفي البورت، أوكي. بيلد نفس الفكرة. طبعا الآن راح أغير قيمة سداسي 10 عشان توضح الفكرة. قلنا أول شيء هذا الاف الاول 4 بتات الاولى اللي هي 4 لدات، وهذا الثاني نحط الاربع لدات الثانيه بالصفر عشان توضح الفكره. ما راح تشتغل الا اول 4 لدات. اوكي، والان اذا عكسنا نحط 0 اف برضه عندنا طريقة ثانية. نحن نعرف ان الثمانية بت اقصى قيمة فيها اذا كنا بنعد من الصفر هي 255، يعني نكتبها بالعشري، بالنظام العشري عشان توضح الفكرة، نكتب 255 حلو، وهنا زيرو. نفس الفكرة، طبعا اختار الطريقة الأسهل. أنا أرى من الأفضل إن نسوي نفس الفكرة اللي هي 0 بي، ونكتب لكل لد القيمة المنطقية 0 إما 1. أوكي، الآن طبعا هذا مثال سهل جدا، نشغل لد ونطفيه. طيب خلنا نفرض إن مثلا تبي تشغل اللد لمدة، مثلا تشغل اللد 15 مرة. طبعا هذه لابد انه يكون في عندنا حلقة تقدر تسويها بعدة طرق، ونحن بنشرح الفور لوب. الفور لوب هي عبارة عن حلقة تخلي ما بداخلها يشتغل لعدد من المرات انت تحددها. طبعا اوكي، طبعا خلنا نحط الصيغة، نمسح اول شيء هذا كله. طبعا صيغة الفور لوب، نمسح طبعا الاندلس لوب اللي هي الحلقة الغير منتهية، لأن بنشغل لمدة قلنا 15 مرة، فما يحتاج حلقة دائما لأنه بيشتغل باستمرار إذا حطينا الإندلس لوب. فنحط أول شيء هذه صيغة الفور لوب اللي هي الحلقة التكرارية، نحط فور بعدين نفتح قوس ونسكره. الآن ما بداخل هذا الكود راح ينفذ على حسب التعليمات اللي موجودة هنا، أوكي. طبعا في البداية لابد إن نحط متغير، نيجي فوق نحط مثلا كاونتر، خلى كاونتر بالانجليزي يعني عداد. طبعا هذا اسم متغير، انت يمديك تختار اي اسم. طبعا هذا الكار عشان نعرف المتغير كاونتر طبعا نحطه، نعطيه قيمة مبدئية صفر عشان نبدأ بالصفر، اوكي. نحط كاونتر، الحين عرفنا متغير اللي هو بيحمل قيمة العد في البداية، بداية البرنامج، اوكي. نيجي هنا في الفور لوب، طبعا الفور لوب لابد انه يكون فيها 3 شروط. الشرط الاول نكتب الكاونتر اللي هو نفس اللي عرفناه فوق، الكاونتر نبيه يبدأ من وين؟ من الصفر. هذا الشرط الاول، تبي الكاونتر يبدأ من اي عد؟
قلنا صفر. نجي هنا الشرط الثاني، إلى أي عد تبي عد؟ قلنا إلى 15. إلى 15 هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث بكم قيمة يزداد؟ طبعا نخلي بواحد، نحن نبي كل مرة الكاونتر يزيد واحد إلى إنه يوصل إلى 15. لو خليته مثلا باثنين يحسب باثنين إلى 15، يكون مدة أسرع طبعا. نحن نخلي كاونتر equals نحط كاونتر بلس بلس عفوا، طبعا كاونتر بلس بلس اللي هو يزداد بمقدار واحد، بلس بلس يعني يزيد قيمة الكاونتر الحالية اللي هي في البداية بتكون صفر يزيدها واحد. إذا جت هذا إذا زاد واحد بتكون اثنين وثلاثة وأربعة. طبعا هذا الأمر يزيد ما في الكاونتر بواحد، يضيف قيمة الكاونتر الحالية بلس بلس بواحد. هذه الثلاثة الشروط الأساسية. أول شيء نبي الكاونتر يبدأ من أي عد إلى أي مدى، بعدين بأي قيمة يزداد بواحد أو اثنين. الآن قلنا أن هذا هو الشرط. الآن نحط الكود اللي نبي يشتغل لمدة 15 ثانية أو أي عد نحطه هنا، نحط 20 أي شيء. نحن نبي نشغل اللدات كلها، نحط port b يساوي أوكي. طبعا لا ننسى المدة delay، لما حطيت المدة راح يشتغل بسرعة ما راح تشوف التشغيل. دي خلى ثانية 1000 ملي سكند ثانية ننسخ، نغير نحط هذا الصفر. اوكي الحين عندنا اللوب اللي هي الحلقة بتشتغل 15 مرة بتكرر ما بيدخله، اللي هو شغل الليد لمدة ثانية، طفى لمدة ثانية، وهكذا إلى 15 مرة، بعدين خلاص يوقف الأمر. أوكي نشغل الحين، نسوي بيض أول شيء، نرجع للكود. نسوي تشغيل، طبعا نعد إلى بيشتغل لد 15 مرة ويطفى. أوكي اثنين ثلاثة خمستاش خلاص. طبعا نسطر القيمة نخلي إلى مثلا خمسة. طبعا هذا 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 المدة هنا، نحط بل اثنين ثلاثة اوكي. طبعا هذه الفكرة الأساسية في المثال الثاني. طبعا أول شيء وضحنا كيف نتحكم بكل البورت بشكل كامل، نتحكم بالأقطاب اللي في البورت، نوصل اللدات أو أي خرج عندك. طبعا هذه اللدات طبعا تقدر تغير الفكرة تحط أي شيء ثاني. اوكي نوصله بالقطب بشكل كامل، نوصل للدات او اي خرج نبي نوصله بالمايكرو كنترولر على حسب الحاجه طبعا. وهنا عندنا الكود تعلمنا كيف نتحكم بكل قطب او نتحكم بالبورت بشكل كامل. اوكي والفكره الثانيه كانت ان كيف نشغل الخرج على عدد يحدد المستخدم. اوكي قلنا اول شيء عندنا هنا الفور لوب، الفور لوب نحط فيها متغير اللي بيحمل قيمة العداد.
طبعا هذا يقدر يكون اي اسم تبي انت، غير بكيفك، اوكي؟ بس لابد انه يكون متوافق هنا، يكون نفس المتغير اللي عرفته. حلو؟ طبعا هنا عندنا الفور لوب، اول شيء نحط الشرط، يبدأ من الصفر الى 5 مثلا، يزداد بواحد، يعني 1 2 3 4 الى 5، بعدين يشغل ما بداخله على العدد اللي موجود هنا، اوكي؟ هذا الفور لوب. طبعا هذه الفكرة في المثال الثاني.